ريوس هداف الفريق. هذه الأسماء التي تتواجد والتي تريد أن تشرف مدينتها والتي تريد أن تحدث المفاجأة الكبيرة من أمام برشلونة، لما لا؟ المفاجآت دائما ما تحدث في كرة القدم، المفاجآت دائما ما تحضر في كرة القدم. هل يحدث نادي سبتة في هذه المدينة الصغيرة وفي هذا الملعب الذي توافدت له الجماهير مبكرا في هذه المباراة؟ هنا الكرة، قطع الكرة، التصويب المباغتة، لكن الفكرة برشلونة، استخراج ممتاز للكرة من لاعبيس، الله ممتازة، الآية اليمنى، الانطلاقة ممتازة، المرور رائع جدا من رافينها، عرضية عابرة، جماهير رائعة جدا في هذه، يعاول الكرة على الجهة اليسرى، الانطلاقة ممتازة هناك، لكن في انطلاقة ممتازة لنادي سبتة، عرضية، البحث عن التقدم للشلونة، أن يأتي بالهيلوكوبتر هنا إلى مدينة floats one out to the right, a low ball in and out for Lewandowski. Gets past his man in great style, plays a low ball in, groups. Juan Romero would have told him to approach this in. Fantastic run from put the ball too close. Pablo Torre. Cleared by Adri Cuevas. 138 caps for Poland. Roberto lays it out. Jordi Alba. يلعب كقلب دفاع، نقلة جميلة للأمام، خروج ممتاز. يرسل العرضية على القائم الأول، انتو راسية في الشباك الجانبية، كانت من هداف الفريق من رودري. رودري الذي يريد مفاجأة برشلونة، الذي يريد مفاجأة البلوغرانا برأسية، لكن كانت كرة على الشباك الجانبية، كادت أن تشكل خطر وأن يسجل الهدف الأول في هذه المباراة، لكن زالت الكرة عند غونزاليس على الجهة اليسرى، عرضية ممتازة، تدخل بيدرو رودريغيز وبويان والهدف. كما قلت مباراة الذهاب كانت بتفوق الدقائق الماضي للاعبي برشلونة. هنا انطلاقة عند فران توريس، يتقدم عند نيتو غونزاليس على الجهة اليمنى، الانطلاقة سبتة، لكن هنا الكرة، الانطلاقة من رافينها، الخطورة من رافينها والعرضية، لكن يصل إليها متأخرا ليفاندوفسكي، يصل البولندي متأخرا في اللقطة الماضية في أخطر كرات برشلونة وفي المساحة اللي وجدها رافينها من خلف الدفاعات، العرضية الممتازة، لكن الكرة عدت متى ما وجد رافينها المساحة. غارسيا، نقلة جميلة من غارسيا، البحث عن فرانك، لكن كون يسار، عائدة من جديد الكرة عند فرانك، كيسي يحاول المرور، رأسية ليفا، ليفاندوفسكي، الكرة ملعوبة على القائم الثالث، هنا رافينها تقدم إلى الأمام، عرضية من رافينها والخطرة الكرة، لكن الكرة عدت إلى خارج الملعب، خطيرة الكرة الماضية كانت، لأنهم حسوا أن برشلونة من الممكن في اللقطة، شوف تابعهم في المدرجات، الله، نقل الكرة طويلة إلى الأمام، الخطورة لبرشلونة، الخطورة الماضية لنادي برشلونة، هل يأتي الحل في اللقطة؟ القليس غونزاليس، تمريرة ليفاس، لكن الكرة مقطوعة، ليفا ما زالت الكرة معاه، يتقدم للأمام، يحضن على الكرة، كرة طويلة إلى الأمام، ممتازة عند رافينها، لكن الاستلام من النادي الكبير في إسبانيا نادي برشلونة. جوردي ألبا على الجهة اليسرى، قطع الكرة، ضغط عالي من أمام ديمبلي والعديد من الأسماء في تشكيلتنا، يلعب الكرة واصل عند بابلو توريس يصوبها، لكن الكرة تمضي إلى خارج الملعب، كانت الكرة من بابلو. هنا اللقطة، رافينها، نعم رافينها يسجل الهدف الأول، ألم أقل لكم الخطر سوف يأتي من رافينها، الهدف سوف يأتي من رافينها، الحال يأتي من البرازيلي، أفضل لاعبي برشلونة في شوط المباراة الأول، يأتي من الحال بتسديدة رائعة جدا، رافينها البرازيلي يتقدم للبروغرانا ويسجل أول الأهداف وينهي. Ansu Fati. And Ansu Fati with his first attempt Rafinha is lethal. Clinical finishing scoring from Ansu. So he had support, he didn't need it. Gets the ball out of defence, doesn't work out for them. And there's Lewandowski. And it's 2-0 to Barcelona.
an early one in the second half. And Ceuta now staring down the barrel of defeat. They have Torres. Sergi Roberto. Well played over the top and from Ivory Coast. Ferran Torres. He also assists Gavi. Grab something to hold on to here. Well, going down the line, not the singer. He replaces Isard. Nice control from Ferran. And a low attempt in. And Suisme. Al Fati, and Ansu Fati with his first attempt is lethal. Clinical finishing from Ansu. He had support, he didn't need it, he's done it himself. And Barca now with a three, which is why. And there's Kessier with a header. He makes it for Barcelona, having a field day now. An easy one for Kessier. إلى ليفا. ليفا للخامس. ليفا والمرور. وليفا يسجل الهدف الخامس. ويقسو على سبتة في أرضه. وخماسية تتكرر. بعد أكتوبر 2010 تأتي الخماسية الأخرى هنا في أرضية ميدان سبتة. خمسة أهداف مقابل لا شيء. ليفا يسجل الهدف الخامس وثاني أهدافه في هذه المباراة. إذن برشلونة